في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، ورغم أن حلم امتلاك منزل أصبح يؤرق العديد من شرائح المجتمع، وذلك لعدة أسباب أهمها الدخل المحدود والأسعار التي لا تتناسب مع قدراتهم المالية وعدم وجود التسهيلات الكافية من قبل البنوك والمؤسسات المعنية في مجال التمويل العقاري. وفي ظل كل هذه الظروف أصبح الإقبال على الشقق بمساحات صغيرة أكبر. في هذا التقرير نستعرض آراء المواطنين حول هذا الموضوع. هلا أنا بفضل إنه الواحد يعني لو ما في معه قدرة إمكانية إنه يشتري شقة مساحة 150 متر أو 200 متر من أي إسكان من أي مالك، في إشي اسمه استوديو. دائما الأجار خسارة، بينما أنا شو مكان مساحة البيت وقسطه متواضع وصغير بوفر وبكسبه إليه، وبصير البيت إلي في نهاية المطاف. هسه الأمور اختلفت مش زي زمان، يعني بالنسبة إلي نأخذ شقة صغيرة قدي وقدي عيلتي ململمة أحسن ما استأجر شقة كبيرة على الفاضي. خدماتها تكون يعني حلوة وكويسة وقريبة من الخدمات، يعني وفيها كل المواصفات المطلوبة للإنسان. هو بدور الإنسان على إيش؟ عش صغير يعني يسكن فيه. استئجار لا، إذا في تمليك بكون أفضل بكثير برضه، إذا في تمليك بكون أفضل. أكيد الشقة الملك حتى لو كانت صغيرة بقدر أعمل فيها البدية لأنها إلي. مع مصاريف الحياة اليوم ما بيقدر الإنسان إنه يشتري شقة كبيرة، فبيلجأ إنه يشتري شقة صغيرة عشان يدير التزاماته.